ضمن فعاليات مهرجان الثقافة الموسيقية لدورة العشرين، هو الذي تقيمه نقابة الفنانين بحمص، أحيت فرقة موزايك حفلا فنيا حمل عنوان على طريق الحريرة وسط حضور جماهيري كبير، وذلك على خشبة مسرح قصر الثقافة بالمدينة. استمرارية مهرجان على مدى 20 عام، هذا يعني تجذر هذا المهرجان وأنه أصبح أصيلا وفاعلا على الساحة الموسيقية في مدينة حمص. لدينا في هذا المهرجان 5 فرق مشاركة. اليوم قدمنا عمل اسمه على طريق الحرير. بدأت الفكرة أنه نحن نكرس فكرة هذا الطريق أو نرجع نأحيه، ولكن عن طريق الموسيقى. سمعنا موسيقى مختلفة من بتبدأ بالصين تنتهي بإيطاليا عودة بسوريا، إضافة لقطعة كتير مهمة تقدمت اللي هي أوغاريت، اللي هي أول نوتة موسيقية بالعالم اللي وجدت بسوريا. نحن محتاجين للثقافة الموسيقية كتير، إلى جانب الثقافة المسرحية طبعا، والشعر والقصة القصيرة واللوحة التشكيلية والفيلم السينمائي وهكذا، لكن الموسيقى بظل إلها يعني خلينا نقول يعني السبق الثقافي، لأنه تهذب النفس. هلا حلاوة هذا المهرجان انه في فئة من الشباب اللي جاي عم تعطي وقتها، عم تقدم فن، عم تقدم موسيقى حلوة، عم تحكي شوي عن ثقافتنا، عن تاريخنا، عم تحكي عن مو بس تاريخنا، عم تحكي عن ثقافة كانت موجودة من قبل وهلا عم تستعرضها بطريقة شبابية شوي بتجذب العالم بشكل أكثر. يعني مهرجان الثقافة الموسيقية يتميز بإعطاء مساحة لإطلاق المشاريع الإبداعية الفنية مع الحفاظ على الهوية الأصيلة للموسيقى الشرقية، والفرقة أغنت المهرجان بحفل مزج بين الأصالة والحداثة وجال بالجمهور برحلة موسيقية حول العالم. الأخبار السورية، عصام ديوب، حمص.